الأمازيغي في طبعته 17 التي سيشارك فيها 23 فيلما من أصل 40 عملا سينمائيا للمنافسة على جائزة الزيتونة الذهبية. المهرجان سيمتد ما بين 28 فيفري إلى غاية 4 من مارس القادم، وقد تزمنت هذه الطبعة الجديدة من المهرجان الثقافي السينمائي مع ذكرى سنوية 30 لرحيل الكاتب مولود معمري، إلى جانب إحياء ذكرى الفنانين المتوفين كجمال علام ويوسف جوسم. التغطية كانت لصفية بارودان. يجوز لها أن تفتخر الآن بأن مهرجان الفيلم الأمازيغي يقام كل سنة، وأنه في كل سنة يقدم منتوج جديد، منتوج سينمائي جديد. 23 فيلم تقدم هذه السنة، هذا شيء مهم جدا، ويؤكد أن الأفلام التي تنتج بالأمازيغية من قبل مختلف المنتجين إنما تؤكد أن هذه السينما أصبحت تعرف انتشار وأصبح لها الجمهور الواسع.